زين شنو تغير عليك بسيستم العمل كله؟ شنو تغير عن قبل؟ او للاحسن او للأسوأ؟ ضيفتي هي فنانه مغتربه لكنها رجعت اليوم. هاي انا صاعده على القنفه. على الحافة مال القنفة. وهذا أول لقاء حواري طويل إلها بكل مسيرتها الفنية. منو أكثر ممثل كوميدي اشتغلت وياي ضحكك من صدق؟ الراجل اللي ضربته إلها ما كانت تدري به هي؟ لا 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 تعرف والمخرج قال لي. مسرح أكثر لو دراما تحبين أو تلفزيون؟ شوف هو شلون صارت البداية. أنا كنت سابقا موظفة في مطار صدام. احكي لي أول مشهد قبال الكاميرا. أول؟ لا 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 لا. صار مؤخراً ظهرتي وتكرمتي بمهرجان الهلال الذهبي. أنا هذا الرياكشن حابة كلش.